طيب خلينا بقى نروح كمان لطبعا كلاسيكو برشلونة وريال مدريد. تمام. يعني احنا بالنسبة لنا يعني احنا متعارف برشلونة وريال مدريد اهلي والزمالك عندنا. بالظبط، حقيقي ده فعلا. الماتش يعني طبعا كان مباراة كانت الحقيقة صعبة، كانت ممتعة في نفس الوقت، حقيقي. النتيجة فرق الأهداف مش بسيط، فعايزة أعرف بقى منك تعليقك على المباراة دي. بصي، الفريقين سواء ريال مدريد او برشلونه يمكن دخلوا المباراه هما الاثنين بنفس عدد النقاط، يمكن برشلونه كان متصدر الترتيب بفارق الاهداف، لكن ده كان عنده مشاكل، برشلونه كان عنده مشاكل بعض الشيء بعد التعادل مع انتر ميلان في دوري ابطال اوروبا وتقلص حظوظه في الصعود لدور ثمن النهائي، على عكس ريال مدريد اللي ماشي كويس جدا في دوري ابطال اوروبا وتاهل بالفعل الدور دور 16 اللي هو دور ثمن النهائي. فكان في ثقة عند ريال مدريد أكتر من لعيبة برشلونة اللي ثقتها في نفسها قبل أي شيء اهتزت، لأن الموسم لسه زي ما بيقولوا في أوله، فقصة إن برشلونة يخرج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للسيزون الثاني على التوالي دي كانت مشكلة كبيرة جدا، خصوصا إن برشلونة صرف كتير قوي في بداية الموسم، دعم الفريق بصفقات ضخمة جدا جدا، فكان تعادل إنتر ميلان والثقة اللي اتضربت في الفريق والاهتزاز اللي تعرض ليه الفريق بعد التعادل مع انتر ميلان كان ليه سبب او كان ليه اثر كبير جدا جدا في نتيجه ماتش امبارح، عكس ما بنقول في ريال مدريد اللي بيصير بشكل كويس جدا جدا سواء في الدوري او في دوري الابطال. كمان ريال مدريد جاي من التتويج بدوري والدوري الابطال، يعني هو حامل اللقب البطولتين في السيزون اللي فات، فكان في توقعات كبيره جدا بهزيمه برشلونه امبارح. مش عايزين برضو نغفل ان برشلونه بيعاني من اصابات وبيعاني من غيابات مهمه جدا جدا اثرت على الفريق سواء في مباراه انتر ميلان في دوري ابطال اوروبا او في مباراه ريال مدريد بالامس، لكن ما نقدرش نقول برضو في النهايه ان السيزون خلص او ان ريال مدريد حسم لقب الليجا، ده كل الفارق ثلاث نقاط، يعني مباراه واحده بس. صحيح. الصراع لسه هيشتعل اكتر واكتر بين ريال مدريد وبرشلونه في الليجا، زي ما بنقول الفريقين عندهم عناصر مميزة جدا، لعيبة مميزة جدا قادرين ان هم يكملوا في المنافسة بنفس المستوى للنهاية. ممكن برشلونة في دوري الأبطال خلاص فرصه بقت صعبة جدا جدا في التأهل للدور المقبل، بحكم ان انتر ميلان يكفي الفوز على فيكتوريا بيلزن لضمان التأهل للدور المقبل، على عكس برشلونة اللي محتاج يفوز على بايرن وفيكتوريا بيلزن مع انتظار تعثر انتر والحصول على نقطة واحدة من المباراتين، وده هيكون شيء صعب بصراحة يعني من وجهة نظري. طيب في ظل مستوى برشلونة في كلام بيقول ان تشافي هيمشي. اشاعات اترددت امبارح، ما اعتقدش ان هي ممكن تبقى حقيقية في التوقيت ده، خصوصا ان من بداية تولي تشافي مهمة تدريب برشلونة واخوان لابورتا رئيس النادي طلع واكد ان تشافي مشروع برشلونة الفترة الجاية، هم عايزين مدرب شاب بطموحات كبيرة، خريج او مش خريج، ناشئ برشلونه عنده مبادئ برشلونه وكوره برشلونه، هو يقود مشروع الفريق الفتره الجايه. صحيح ما وفقش في دوري الابطال في خلال مباراه انتر ميلان وبقت فرصه صعبه جدا في الصعود للدور التالي، وودع السنه اللي فاتت بطوله اليوروبا ليج قدام اينتراخت فرانكفورت رغم الفرق الكبير جدا جدا في الخبرات بين برشلونه وفرانكفورت، لكن ما اعتقدش ان ممكن برشلونه يضحي بتشافي، لان تشافي زي ما بيقولوا كده واحد من اساطير برشلونه. طيب. فقصه ان انا اسيبه دلوقتي معناه ان انا بحرقه خلاص. سريعا توقعاتك للكره الذهبيه. لا، بنسبه كبيره، بنسبه تفوق ال 95% كريم بنزيما طبعا، لو ما كانتش 100% كمان محسوم. طيب. يعني احنا طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الناقد الرياضي محمد خالد، نورتنا في صباح الخير. شكرا جدا، وشكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا النهارده.